السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله أول جوال من بيبو 5G يتوفر بشكل رسمي في السوق السعودي بيبو X50 5G راح أعرفكم على هذا الجوال كنظرة أولية وأعطونا رأيكم في خانة التعليقات التفاصيل وتوفرها راح أتركها في خانة الوصف إذا حبيت 8 مع 128 جيجا بايت نسخة الشريحتين 5G و 4G طبعا المحتويات والصندوق بيبو زي ما عودتنا تحط لك كل شيء انت تحتاجه، طبقه حمايه للشاشه مثبته مسبقا، غطاء خلفي، سماعه اذن يو اس بي تايب سي تدعم لك الهاي ريز وسلك اليو اس بي تايب سي والشاحن الخارق بقوه ال 33 واط، زي ما قلت لك كل شيء انت تبغاه راح يكون موجود بداخل الصندوق. الجوال متوفر من عدد من الالوان لكن وجهة نظر الشخصية قد يختلف الموضوع من شخص لشخص، اللون هذا جميل جدا صراحة وخاصة وخاصة انه نعم اطار من يوم قزاز قدام شاشة مسطحة واستغلال ممتاز من مساحة اطار الشاشة، لكن اللي يعجبني انه قزاز معتم فما تقعد كل شوي تنظف وتحط فما يكون قزاز لمع. منحني في الجهة الخلفية الأزرار موجودة في الجهة اليمين تعمل بشكل ممتاز بصمة على الشاشة ممتازة جدا ما عندي أي ملاحظات فيها USB تايب سي وسماعة واحدة فقط موجودة بالجهة السفلية صراحة تصميمه جميل وزنه خفيف ترى وزنه جدا جدا خفيف يعني 173 جرام و7.5 ملي متر كله على بعضه على جوال يملك بطارية بسعة 4200 ملي امبير فهذا الشيء ممتاز الصراحة ويحسب لهم طيب الشيء اللي برضو ممتاز على الرغم من نظرة اوليه الشاشه ليش قلت ممتاز امش معي لأنها 6.56 انش حلوين اومليد و1080 بي بلس و اتش دي ار 10 ليش قلت ممتاز لانها تعطي الوان سينمائيه كاملا دي p بي 3 وهذا ممتاز جدا جدا ممتاز وايضا عندك ال90 هرتز ممكن تخ... يعني ممكن تخليه على التحويل الذكي يحولك ما بين ال60 و90 متى ما احتاج الموضوع فانصح بهذا الخيار لانه ما احتاج تشغل 90 هرتز بشكل دائم لكن الامر موجود في قائمة الشاشة او اعدادات الشاشة فسوي اللي انت تبغاه فالشاشة ممتازة كنسب للالوان مستوى الاضاءة وزوايا الرؤية الصوت صادر من سماعة واحدة موجودة بالاسفل اما فيما يخص بالاداء فعندك سناب دراجون 730 واحد من افضل المعالجات في استهلاك البطارية صراحة ممتاز جدا ادرينو و618 وعندك دول جي بي اس جي بي اس يعني ان سي موجود بلوتوث 5.0 موجود يو... الواي فاي يعني واي فاي اي سي موجود ايضا فيه فالاداء مع المهام اليوميه حتى لعبت معها الاسفلت زي ما هو واضح قدامك وماشي زي اللوز مع واجهه البانتج وهذه الواجهه للامانه اشوفها حبيتها اكثر لسبب انه فيفو قللت من بدرجه جدا جدا ملحوظه وخاصه الهواتف الاخيره صراحه عجبني صار في درجه تطبيقات تحكم كامل في ازرار النظام ما حطوا خدماتهم درجه جدا كبيره واعتمدوا على خدمات جوجل في برنامج مثل مانجر الالترا جيم مود تلعب يعطيك الاداء الأق... يعني الاقوى وايضا بنفس الوقت يبعد عن اي شيء ممكن يخرب جوك مثلا تنبيهات مكالمات يبعد هذا الشيء فتستمتع فهذا اللي عجبني في هذه الواجهه مع نظام الاندرويد التيم البطاريه 4200 ملي امبير مع خاصيه الشحن السريع 33 واط واللي في 30 دقيقه ممكن يوصلك الى 60 100. الكاميرات وهنا شوف التصميم الجميل الموجود في الكاميرات عندك 48 ميجا بكسل امش معي كواد باير فتح العدسه 1.6 اوتو فوكس ومثبت بصري طيب 8 ميجا بكسل الترا وايد واوتو فوكس يعني انا يعني صراحه احب اللي يحطون الترا وايد مع اوتو فوكس لانه يعطينا اداء ممتاز وخاصه في الحواف للصور. عندك 13 ميجا بكسل هذه اوبتيكال زوم يقدم لك تقريب بصري الى مرتين مع الاوتو فوكس برضه. والكاميرا الاخيره هي ماكرو 5 ميجا بكسل يعطيك 4K 30 اطار بالثانيه مع مثبت الرقمي والمثبت البصري. الكاميرا 132 ميجا بكسل فتحه 2.5 فهذا المزيج للامانه لما انت تشغل تطبيق الكاميرا وتاخذ الصوره سواء بورتريت سواء فيديو سواء يعني التحويل من بين كل الوضعيات فالنتائج فعلا ممتازه يعني ممتازه وامكانك وخاصه حتى نتائجك كانت جدا كويسه في مساله تصوير الاضاءه الضعيفه وعجبني ف انت قاعد تشوفها قدامك فاعطنا رايك في خانة التعليقات من واحد ل 10 كم تعطي نتائج الصور. فهذه كانت نظرة أولية للبيبو اكس 50. 5 g صراحه جوال مميز بامكانيات مميزه بتصميم جميل وجو تصنيع وزن خفيف بطاريه مميزه 4200 ملي امبير كان طبع اولي وكله على بعضه بسعر منافس جدا جدا منافس ويدعم لك ال5 g وسرعات وجنون ال5 g عطنا رايك في خانه التعليقات وش رايك بالفيفو اكس 50 5 جي خير ان شاء الله بالف سلامه